السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع يبحث عنه العديد من الإخوان، وهو إنشاء عشرات الحساب المزيفة على حسابك الرسمي على الفيسبوك. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالذهاب إلى هذا الرابط، ستجدونه إن شاء الله أسفل الفيديو. كل ما عليك فعله أن تقوم بالدخول إلى هذا الرابط، ثم تضغط هنا كما ترون هنا إدارة الحسابات الاختبارية أو المزيفة، وهذا الأخير يستعمل هذه الطريقة لتجربة بعض، كما ترون يرجى استخدام حساب اختباري بدلا من حساب حقيقي عند التحقق من إحدى الثغرات الأمنية. كما ترون في هذه الحسابات تستعمل للكشف عن بعض الثغرات وغيرها من الأشياء الأخرى. طريقة أن تقوم بإنشاء هذه الحسابات المزيفة، يمكنك أن تقوم بإنشاء العشرات من هذه الحسابات. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالنقر هنا كما ترون، نقر على إنشاء حساب جديد، ثم تنتظر بعد ثواني سيظهر لك الحساب هنا كما ترون. هنا تم إنشاء المستخدم الاختباري التالي بنجاح، تقوم بالنقر هنا على موافق. كما ترون هنا يعطيك الإيميل، كما ترون هنا تقوم بالنقر هنا يعطيك الإيميل، وكذلك كما ترون هنا يعطيك الإيدي الخاص بهذا الحساب، كما ترون هذا الاسم الخاص بهذا الحساب، كما ترون هنا يعطيك الإيميل الخاص بهذا الحساب، وكذلك الباسورد كما ترون. جيد، وكذلك إذا كنت تريد إنشاء العشرات من هذا الحساب، كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالنقر على إنشاء حساب جديد هكذا، ثم تنتظر قليلا، ثم بعد ذلك تنتظر بعد ثواني، ثم بعد ذلك يظهر لك حساب جديد كما ترون هنا. هنا يمكنك أن تقوم بإنشاء العشرات والعشرات من هذه الحسابات. كما ترون في هذه الحسابات كلها اختبارية فقط. وإذا كنت تريد أن تقوم بإنشاء حساب على هذا الأخير، يمكنك أن تقوم بإنشائه. فطريقة بسيطة، كل ما عليك فعله هو أن تقوم بتفعيل الحساب، وتقوم بإنشاء إيميل خاص به جديد وغيرها فيسبوك كما قلت. فطريقة بسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالذهاب إلى هذا الموقع، ثم تقوم بالنقر هنا، ثم بعد ذلك يمكنك أن تقوم بإنشاء العشرات من الحسابات الفيسبوك بطريقة سهلة جدا. وإلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس، إلى دروس قادمة إن شاء الله.